أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما وصل إليه مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من تطور وتقدم على مختلف الصعد، والذي عززته الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في ظل اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وقد جرت لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مراسم استقبال رسمية في قصر القضيبية، حيث عزف السلام الملكي الأردني والسلام الوطني البحريني واستعراض حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموهما. حرس الشرف سلام المملكة الأردنية الهاشمية وسلام مملكة البحرين. سلام. طف. وقد رحب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيارة سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية إلى مملكة البحرين، متمنيا لسموه طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين، منوها سموه بأهمية هذه الزيارة ودورها في مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يترجم الرؤى المشتركة لهما في مختلف المجالات في ضوء التوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى وأخيه جلالة عاهل المملكة الأردنية الشقيقة. وثمن سموه عاليا مواقف الأردن الشقيق الداعمة دائما لمملكة البحرين، كما نوه سموه بمكانة المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العادلة. من جانبه نقل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدا بعمق ما يربط البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك المفدى وأخيه عاهل المملكة الأردنية الهاشمية من علاقات أخوية متميزة
منوها بما يبديه سموه ومملكة البحرين من اهتمام متواصل نحو تنمية وتطوير العلاقات بين المملكتين الشقيقتين، متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والرفعة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البحرينية الأردنية وآفاقها. وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء حضرها أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين، تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق.